بنشتغل في الحصيده بنحصد وبندرس. الحين وقت احنا شهر 5 وشهر 6 دائما بنحصد وبندرس، بناخذهم هذول للدواب الله يعسكم، عندنا دواب بنطعمهم للدواب. مبين انه السنه مش محل الشعير، تعبان فش، لا في تبن ولا في شعير، بس شغل على الفاضي. بنزرع بطيخ، بنزرع فقوس، بنزرع كوسيا، مطرح الارض هذا بكره بعد الحصيده. الجرافات انت شايف، مره بنهج ومره بنقعد ومره طخ ومره يهود ومره بصريش. احنا اصلا ممنوع ندخلها، بندخلها غصبا عن اليهود. والله مره بنطلع مره بننزل. المره اللي فاتت في الحرب يا ما صارت ضرب صواريخ ومش عارف ايش، ما قدرناش نوصل لبلاد هذه ولا نقدر نوصلها. ليش؟ الوضع كان بخوف. والان لما انهدت الامور هنا رجعنا بنلم في قشاتنا. هذا صارع بدنا نلمه قبل ما يصير اي شيء. اليوم قبل بكره لازم نخلصهم عشان يصير اي حاجه يكونوا ماخذينهم وحاطينهم عندنا في البيت. مين يقدر يوصل المنطقه هذه من كيلو ما نقدرش نوصله. احنا في المنطقه الحدوديه دائما اول ما يبدا الموسم بنستعجل. ليش؟ لان الدنيا على كف رحمن. اسمع، هاي ضرب الطاق شايف على المزارعين، هاي المزارعين بيضرب عليهم نار. ممكن الحين كلها يتم يهج المزارعين من ضرب النار، لانه احنا في اي لحظه بنستنى يصير اي شيء، لان الوضع بخوف.